ما خوتها العافية بينية هما هاربين العسكر ديالنا بين الشيء بين الشيء راجي واصل بين الشيء بالعافية يا الشعب بالعافية يا العسكر يا ما هما ماشيين بحال من العسكر العائلة هذيك اللي بوها كان فيها عزوز مريضة هزوها مروح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرق بين جيش تدرب لخدمة الشعب وحمايته وحماية مصالح البلاد وحفاظ على أمنه واستقراره، وجيش تدرب لخدمة ملك وحاشيته وخدمة مصالح خارجية. جيشنا الباس الإنساني وأخلاقه سامية ومعدنه نادر ودمه يغلي على أبناء وطنه، يحميهم بالنفس والنفيس، حفظهم الله من كل سوء. تحية للمؤسسة العسكرية بكل أطيافها، وتحية الجزائر بلد الشهداء. إن كنتم تقولون من هؤلاء، إنهم أحفاد الشهداء رحمة الله عليهم.